منو منو؟ احد يلا يساعد. العين اهلا خاله. خاله توله وسلج، شلون توله وسلج؟ تشترينها يا خاله؟ ما حد ياكلها خاله، رحمه على امك وابوك. خاله توله وسلج هاي مال اهلنا الاولين، كفيلك الله 100,000 واحد يتمناها، شوفا المرضى والله العظيم حتى تقضي الحوائج يا خاله، بس شوفي شوفي شلون سلج يا خاله. يا خاله من رحمه على والدك، وين لقيت تقضي الحوائج وما عند احد يسويها لي؟ والله العظيم متعافيه واكبر كذابه انت. اوقف عم اوقف. عمي. اقول لك عمي ادري بيك ذني شارعات قلبك ودقدق بالبيبان وما حد يشتري. تعطيني اياهن ب1000 دينار؟ حجي انت صاحب شيبات وحظ وبخت، لا تظلم بختك يا عمي، علاقه ايش قدها وايش كبرها؟ كفيلك الله تعشي لها 20 نفر. ب1000 دينار يا عمي، اعطيني 3,000 وانعم الله عليك اخذها. عمي بيك خير وتتدلل، شنك على 3,000، انا اجيب لك غدا هسه تتغدى وحتى انا بعدين اجيب لك 3,000. بدول قلبك يا عمو وراح اقعد لك هنا والله يسر عليك ان شاء الله. قلاص ماي وياك عمي، هذا غداك وتغدى والف عافيه ورح منا وياك. رحم الله والدك يا عمي، الله يسر عليك والله يحفظك. والله العظيم الغداء اجى بوقته وكاتل الجوع كان. الله يحفظك يا عمي. الفلوس الفلسطينية هني الله تدلل كأنك على فلوس، وهاي 1,500 وهذا غداك ببلاش وغدينا يا بعد قلبي والف عافيه. عمي يعني انت ضحكت عليه بالغدا مالتك قصيت 1,500، يعني حتى هذا الغدا حسبت عليه ب 1,500. صدق كذب ومو صوتك، شو شلون اللي ابي عليكم وعلي بعد ما ابي عليك. مو صوتك. منو منو؟ خاله الله يساعدك. الله يعينها على خاله. خاله احنا جوارينكم هذول الجدد هنا بصفكم. اي امي طريحه فراش. اي وانا جيت هسه من الشغل بدي اسوي لها غدا خطيه. والقنينة مالتنا خلصت يا خالة، بيها مجال تعطينا القنينة بس أسوي غدا لأمي وأرجعها وبيها إلك أجر ثواب يا خالة. والله يا خالة أنا ما أشتغل خاد مع عدك وعد أمك، أنا ما عد لا عد غاز ولا كل شيء ماكل، هاي شوارع متروسة غاز وروح أخ. ما الله واديش خالة، رحم الله واديش. عمها. عمي أنت مجوارنا جدد، تريد لك دبة غاز؟ بيك خير وتتدلل. هاي عين أعطيك إياها، هسه أجيب لك الدبة وأجي. ما الله والدك يا عم، أنا راح أنتظرك هنا تجيب لي القنينة. هاك عم هاي الدبة وخير بتتدلل. رحم الله والدك يا عمي، والإمام الحسين إن شاء الله يرزقك الجنة بحق محمد وآل محمد. فدول قلبك يا عمي، بس أطبخ ليها وأرجعها. أقول لك عمي ولو أنا ما عرفت اسمك، خاف تحتاج أي شيء إحنا بخدمتك. منو منو؟ خاله الله يساعد. يا عيني هلا خاله. أنا المقواط هنا بالزبالة. إيه؟ صار وقت غدا وقاتل النجوع، شو مسوين غدا؟ طين من غداكم. والله يا خاله انا الغدا مسويته العائلة، ما مسويته للمجاد، يا سعب الغواطي، سعب الماي، سعب الخضره، شنو مسوي غدا للعالم؟ خاله حسبيني واحد من ولياداتك يا خاله، جاي اقول لك قاتل النجوع حتى لو قرص خبيط شويه تمنات، نعم الله يا خاله. خاله رحمه على والدك، فينا شرك ومشتهى لك يلا. والله والدك يا خاله. اوقف عمها. عمي سمحتك جوعان وتريد غدا، هسه اجيب لك غدا، حجيه. الخاطر رب العالمين الطيب، صدق كذب، هذا الاكل ضال، صدق كذب، هسه اجيب لك عمي. رحم الله والديك عمي، راح انتظرك هنا بالباب. عمي تعذرنا ترى هذا غدانا، وتغدى وشو هسه اجيب لك شاي. رحم الله والديك عمي، الله يحفظك وييسر عليك. يا علي. مال شاي عمو مال شاي. عمي ما طول ما تشرب شاي كمل غداك وهاي وروح خلي تصير مكان. رحم الله والديك عمي، الله يزيد خيرك ان شاء الله، انت احسن من مرتك، الله يجازيك الجنه ان شاء الله. ويه ما يصير هيك رحمه الله، كل ما اريد اطبه للبيت بالدراجه القى السياره بالباب، يعني لازم اسوي لي تشاره، يعني هسه مريض يريد يتمرض نطلع نوديه اصخام، هسه دراجه ها قدوته ما اقدر اطببها للبيت يا ابوي، ما يصير هيك. ابني السيارة مع جوارينا طابقة بالباب وسد الطريق، انا هسه اروح عليهم واخليهم يحتذرون من عندك ومن عندي يا ابويا، وجوارينا ذول تحملهم والسيارة لا توقف بالباب، شنو ابويا لمونة ورا شوية طلعها يا ابني، هسه يطلعها. ابويا يعني انت يومية تروح لهم؟ يعني هم ما يدرون عندنا دراجات وعندنا حتى خطار يجينا يا ابويا، ذاك يوم على مجرى الدنيا انقلبت، الدنيا انقلبت على مود مجرى لان غسلنا الطرمون ما يطلع بالشارع، ما يصير يا ابويا، يعني بس هم ما يتحملوننا؟ ابني احنا غلطانين، ما نرى عليهم يدمرهم، ولا تعجل الخطا بالخطا، ما يصير، انا راح عليهم يا ابني. لا عاجل خطا ولا هاي،
اذا ما يطلعون سيارتهم شلون ما ذاك يوم لما والعالم علينا على مود المجر الا لم العالم عليهم ربع ساعه اذا ما يطلعون سياره.